كنا درسنا قبل كده سابقا بعد ما خدنا الـ conditional probability حاجة اسمها الـ independence. بعد كده بقى الواحد لما يجي يتعامل مع الـ independence ممكن يبقى فيه كذا كذا event، ممكن يبقى عندي 3 events 4 events 5 events whatever، بس طبعا غالبا يعني هتعامل مع 3 لأن الباقي ده بيبقى رخم وصعب جدا. ما أنا دلوقتي هتعامل مع 3 events، هتعامل معاهم ازاي؟ ده كان الـ definition بتاع الـ independence لـ 2 events. نفتكر كده هعملهم ازاي لـ 3 events، يعني حاجة بديهية جدا الواحد ممكن يفكر فيها. خلاص أنا هزود event تالت C، حط التقاطع بتاعه وزود الناحية التانية probability of C. ده اللي الواحد ممكن يفكر فيه يعني عادي، يبقى ده كده خلاص الـ definition بتاع الـ independence. بس في مشكلة، هل ده كافي؟ نعرف منين بان هو يحقق لي اللي انا عايزه عشان يبقى فيه independence؟ طب ايه اللي انا عايزه؟ اللي انا عايزه ان كل واحد من دول يبقى independent من الاتنين التانيين لو حصلوا مع بعض كمان، يعني مش ده independent من سي لوحده او بي لوحده او هكذا، لا ده يبقى independent من حدوث الاتنين التانيين كمان لو حصلوا مع بعض. طب هل ده بيضمن لي حاجة زي كده؟ اما نشوف. خلينا نشوف مثلا الحدث سي، يعني الكلام ده بيساوي الحدث سي given ان A و B حصلوا times the probability of A تقاطع B. الكلام ده عادي الفورمولا بتاعت ال conditional probability. والكلام ده بيساوي زي ما هو الناحية دي probability of A probability of B probability of C. عشان خاطر أقول إن C independent من تقاطع الاتنين دول، لازم probability of C given A تقاطع B تساوي probability of C لوحدها. تدتني معلومة إن هو given دول لأ فما حصلش حاجة، فهو probability of C بس برضه، ولا كأن A بي ما بيعملوا حاجة. طب إزاي ده يساوي PC؟ ده أهو و PC أهو، إمتى الاتنين دول هيساووا بعض؟ الاتنين دول يساووا بعض لو دول ساووا بعض، لأن في الحالة دي دول هيصيروا مع بعض فيتبقى لي ده بيساوي ده. يبقى أنا كمان مضطر أحط شرط زيادة عشان خاطر اللي أنا عايزه يحصل. الشرط الزيادة ده هو إيه؟ هو إن الـ probability of A تقاطع B يساوي probability A في probability B. وليه أكون بدور على C given الباقي؟ طب ما ليه ما أحطش هنا A وأشوف given C تقاطع B؟ او احط هنا بي وشوف سي تقاطع ايه. في الحاله دي يطلع لي اتنين كونديشنز كمان، ايه تقاطع سي وكونديشن اخير بي تقاطع سي. وكده انا وصلت للفور كونديشنز بتوعي المكتملين. انا محتاج ان انا اتشيك الاربعه دول عشان اتاكد فعلا ان في اندبندنس. طب ثانيه واحده، وليه ما يكونش الثلاثه دول بس؟ لا ما هو الثلاثه دول بس برضو محتاجين الرابع عشان يكملهم، عشان اوصل للفورمولا اللي فوق دي اساسا وانا ماشي. يعني انا اوريدي فكرت ان انا اوصل من دي، اوصل لدي من دي، لو دي مش موجوده مش عارف اوصل لدي من اساسه. ممكن برضه نأكد الكلام ده بإكزامبل. الإكزامبل كالتالي، أنا دلوقتي عملت كوين توس مرتين، السامبل سبيس بتاعي اتش 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 تيل تي اتش تي تي، ده كده السامبل سبيس بتاعي من الأربعة دول كل واحد فيهم بروبابيلتي ربع، على حسب الموديل اللي أنا مختاره يعني. probability ان كل واحد، انا اللي هقول ان كل واحد هياخد ربع، وفرض ان انا مستخدم فير كوين مرتين. هنيجي بقى من هنا وهعرف 3 events. event A ده الايفنت ان الفيرست كوين هيد، event B ده الايفنت ان السكند كوين هيد، event C اخيرا
وده الايفنت ان ان ال both are same. خلينا كده نحدد الايفنتس دي. اول واحد خالص ده كده ايه، تاني واحد ده كده بي، تالت واحد وده كده سي. دلوقتي بقى خلينا نشوف هل التلاتة دول independent ولا لا. اول حاجة هنستكشف التلاتة يعني، وكل واحد مع التاني فقط لا غير، ونشوف اللي هيحصل. خلينا نشوف probability of A تقاطع B بكام. A تقاطع B هي واحدة ربع. طب probability of A بكام؟ بنص. probability of B بكام؟ بنص. في A هو بتساوي B بتساوي B C في الواقع بتساوي نص. مضرب الاثنين في بعض هيطلع لي ربع بيساوي ربع، يبقى اذا فعلا هما independent، ال A وال B independent مع بعض. طب لو خدت ال B وال C هما كلهم اساسا فيهم two elements، يعني بالتالي probability بتاعتهم نص زي ما انا شفت، وكلهم بيتقاطعوا في نفس النقطة اللي هي هتبقى برضه ربع. فمن غير ما اكمل واضح يعني ان B A مع B independent، B مع C independent، A مع C independent. ممكن اكمل حسابات عادي وهيبان هيطلع ربع ونصين يدبوا في بعض، ربع ونصين يدبوا في بعض. لما بيكون كل واحد اندبندنت مع التانيين، مش مع بعض لا، مع اندبندنت معاهم منفردين، بيسموهم بير وايز اندبندنت. ودول اللي بيحققوا الثلاث شروط اللي تحت في السبوره اللي فاتت بس من غير اللي فوق. طب احنا قلنا ان المفروض لو التلاته تحت اتحققوا ده مش معناه ان فوق، لان اللي فوق شرط يتحقق. طب تيجي نيجي نتاكد بقى من هنا نشوف هل الاخير هيتحقق ولا لا. خلينا نحسب probability A تقاطع B تقاطع C. الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي ربع برضه، كلهم بيتقاطعوا في نفس الشيء. لو جيت بقى ضربت probability of A times probability of B times probability of C يطلع لي تمن. And they are not equal. يبقى اذا الكونديشن الاخير ما اتحققش، وهم كده ما يعتبروش totally independent على الرغم ان هم pairwise independent. ده دليل على ان الشرط الاخير ضروري، يعني التلاته اللي تحت مش كافيين يقولوا ان الاخير ده صح. بالعكس ده ممكن التلاته اللي تحت يبقوا صح واللي فوق مش صح، ممكن اللي فوق مش صح والتلاته اللي تحت يبقوا مش صح عادي يعني. لكن امتى بقى اقول ان هم totally independent؟ لو كل الاربع شروط دول صح.